تعود على الله، على الله تعود يا زمن. حب وفاء لبعضنا بالسر كان أو بالعلن. تعود أيام عدت ضاع الفرح وياها، سجل سنين مرت عشنا الفخر بلجاها. تعود أيام عدت ضاع الفرح وياها، سجل سنين مرت عشنا الفخر بلجاها. على الله تعود يا زمن، على الله تعود، على الله، على الله تعود يا زمن. حب وفاء لبعضنا بالسر كان أو بالعلن. سكرني. شو بدي اقول يا امتاي؟ بدي اطيع على الارض ننكش على هزتونتين اللي في الارض انا وابنك محمد وتايها، يعني هيك تبلك ربنا هالسنة، يعني ان شاء الله جبر بخطرنا وسوينا كم من كيلو زيت وكم من كيلو زيتون. يا رب يا رب. يا ابو تايه والله نفسي يكون عندي ارض يا ابو تايه كلها زيتون امن فيها مستقبل هالولاد يا ابو تايه. اخ يا امتاي والله أنا حاسس باللي بدك تحكيه، وكل هذا الحكي أنا شايفه في عينيكي أنت نفسك يكون في زيتونات كتير وعنب لحتى تأمن مستقبل الأولاد. بس شو بدي أقول؟ يعني شو بدي أحكي عن اللي حرمك ورثة أبوكي وأخدها أبو مصطفى أبو ريالي؟ الله لا يسامحه، الله يحرم اللي حرام ويعطي اللي أعطى يا رب. أبو تاي خلص مش وقته يا أبو تاي. خلص أنت كل مرة بتقولي لي خلص خلص. شو بدي أقول لك امتاي؟ اللي ساكت عن حقه شيطان أخرس، وأنا قلت لك حق أولادك وحقك. يلا السلام عليكم. ها يا رب. كاك الزاكي من عند أبو وصف الزاكي. كايك يلا كايك. مرحبا يا ابو النايف، والله وعرضاني معك. طبعا مات الحاج ابوك وصرت تحكم على مصاري وملكنات واراضي، بدك اسبوع كامل وانت تولع فيهم تحت قدر العنطبيخ وما بيكملوا، لسه ما عاش ولا بده يعيش اللي بهين ابو وصفي. طول بالك طول بالك، سطحه تسطح معلاقه، بسلم عليه بتطلع فيه بجح فيه زي عين البوبه. حسسني هسس، حسسني اني هسس يا زلمه. يا رجل صل على ما حداش هينك يا رجل، طول بالك شوي. حداش هينك بقول لك، برد عليه السلام بتطلعش حتى بتطلع فيه من فوق لتحت وما عبرنيش يا زلمه. الله يابا يسامحه أخوك تاي، لو إنه أجاك هيكد وتساعدنا في نكاشة الأرض مش كان خلصنا بدري، ما تعبناش كل هالتعب. والله يابا إنه تعبنا، كان ساعدنا وريحنا. إيه يابا محمد، إمك قوم يابا، قوم ساعد إمك، قوم يابا قوم. يا زلمة طول بالك، الله يكون بعون الناس. يعني أنا اليوم أخوه حكى معي وحكى لي إنه عنده محكمة اليوم. تعرف تعرف انه انا كنت شاكك في مصرياتهم واموالهم واراضيهم؟ طبعا طبعا محكمه، اكيد اكيد هذا كله من نصب ابوه على العالم. يا زلمه المحكمه اخته وافعتها عليه عشانه مش معطيها حقها من ميراث ابوها الله يرحمه. تعرف تعرف انه معه حق،
اي والله مش حلو يكون عندي انا اراضي واموال واعطيها لاولاد العالم لانه بس اختي شريك في ميراث ابوي. برضو مش حلوه، مش حلوه اخته ترفع عليه على المحكمه، يعني عيب والله عيب. لا حول، شو اللي بصير؟ شو بصير؟ لا حول الله يا رب. يا زلمه حرام عليك، هذا حق، الميراث حق، حرام الواحد يحرم حدا من الميراث تبعه، هذا حقه لازم الواحد يوصله، واذا ما وصله بكون حرام عليه، حرام شرعا اصلا. يا زلمه شو مالك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا حبيبي، طب عربية الكاك تبعتي اللي مخبيها أنا أصلاً ورثة من أبوي، معقول أختي في الأردن تيجي تقسمني فيها؟ هي مخبية وما حدش بدري عنها. خلينا راح أشوف شو بدي أسوي. كعك! كعك الميراث يا كعك! وين حطيتهم؟ وين حطيتهم؟ الرحمن الرحيم، مصيبة إذا ضعف، مصيبة مصيبة. مصيبة إذا ضاعت الأمانة، مصيبة. وين حطيتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وين حطتهم إيدي؟ هون. إني حطيتهم بالخزانة هاي. مصيبة، مصيبة إذا ضاعوا. حطيتهم بالخزانة اللي تحت؟ لا لا لا، أنا متأكد إنهم هون. أنا متأكد إنه أنا حطيتهم هون في هذه المنطقة. شو في يا عصب جاي تقول لي مصيبة؟ مش مصيبة. شو؟ شو مالك؟ شو بدك؟ بدري عليك يا عمي، نوم الصبايا للضحايا، كان ضليت للساعة 2 وقمت على مهلك يا عمي. انت طول لي بالك وخذ لك نفس من هالسيجارة وانت راح تروي. لا ما شاء الله عليك، أنا قلت له لأبوك بلاش تطلع لي على أمريكا وتجيب لي أجنبية أمريكية. قال شو؟ بده يجيب أولاد متعلمين. قلت له من طين بلادك لط خدادك، بس فيش فايدة، يجي يشوف المتعلمين شو بسووا بدخانهم اللي قتلوني. أي والله دايخ من ريحته، قتلتني في الغرفة قتل. سيدي محمد ويوسف. يا سيدي اسمع يا سيدي، هذا ابن ابو تايه بلتعبش معه، قلت لك ألف مرة ابو تايه اولاده بلتعبش معهم. بدي تزرع معهم يا سيدي. امشي يا سيدي خلصنا، خليش عصب، بلتعبش معهم هذول يا جماعة نمر. امشي امشي خلصنا، امشي يا سيدي، يعني كيف يعني؟ امشي خلصني، امشي على الدار قدامي، بدنا ايش نعمل مشاكل معهم. امشي خلصنا عادي. الله لا يوفقك يا خيلي، الله لا يسامحك يا خيلي. امي ضببت لك قميص من حد ما رجعت من العمره لليوم كانها ضبه قطعه ذهب من يوم ما رميته في خلقتي لما جبت لك اياه على باب القصر تبعك، وانا كنت عارفك ولا عارف انه في الي خال حتى، ورميته في خلقتي والله كان نفسها تشوفك يا خيلي وبتسلم عليك بعد ما رجعت من العمره. الله لا يسامحك يا رب. مين رح مطخوني؟ شو بتسوي يا عمي هون انت؟ انو انت؟ مش انت ابو مصطفى؟ انا ابو مصطفى. تمام، انا تايه ابن ابو تايه جوز اختك ام تايه. يا حبيبي رجعت اختك من العمره. أيوة. جبت لك اشتهت لك قميصه هيك قميص حلو جنن، جابوا لك بعثوني اعطيك اياه يا خالي. هذا القميص الك. هذا إلي؟ اوه شهدت لك اياه امي من العمره. حول حول طخ تنحول ان شاء الله وتنطش ان شاء الله. بلا ابو تايه بلا ام تايه، صح فعلا الناس ما بتستحي، وهذا القميص بتخليه لابوك ابو تايه، انا مش ناقصني قمصان، فاهم؟ مش اخوها. طب كيف حكوا لي انه اخوها وبعتوني وبعتوني عليه على سبه انه هو اخوها وهو خالي؟ شو دخلني؟ طخ طوخه. الله الله يسامحك يا خيلي، اقسم بالله شيء بسمي البلد. ابواب القدس، باب الخليل، باب سباط،
باب العمود الشهير المعروف، اكيد درجات باب العمود والبسطات الحلوه، تاريخنا وحضرتنا، واكيد القدس عاصمه فلسطين الى الابد، وان شاء الله راح تبقى الى الابد. اسمع، احنا كنا نبيع الشقة ب50,000 دينار وهقيت إلك ب40,000 دينار، بس اسمع شو بمزح، هو الشغل في مزح، الشغل في مزح ابن الحلال، بس زي ما قلت لك اهم شيء المصاري كاش، وانا على السريع بعمل لك تنازل فورا. يلا مع السلامة. سلام. معناته طوري بن ابو طوري كلامه صح لما جاب لي الورق ومكتوب فيها انك بايع الشقه ب42,000. اه صح، وين المشكله؟ انا بدي مصاري، بدي مصاري كثير، انا عندي صفقه كبيره. 42,000 قليله يابا، بتخسر بتخسر هيدي. اللهم اقولك يا روح، اسمع مش عشان انك ابن السير تتدخل في كل صغيره وكبيره وتحشر لي حالك في شيء، انت شو بفهمك في مصلحه الشغل؟ يابا هيدي كل الصفقات اللي انت قاعد بتعملها كلها ما بتجيب راس مالها، وقاعد بنخسر شوي شوي، قاعدين بنخسر، انت مش حاسس في الخسر اللي قاعدين فيه؟ انت شو دخلك؟ اه مش دخلني صح. طب احنا جايبين غدا، جايبين لحمه وشقف، بتتغدى معنا؟ ومين قال لك انه انا باكل وانا مشغول او حتى بستطعم في الاكل؟ زي ما بدك. انت متذكر خال امي ابو عطا اللي اجى قبل فتره من عمان واعطاني اوراق وصور عن تايه اللي اهله ساكنين في البلد القديمه بالخليل، واللي اهله مفكرينه انه ميت بالعراق قبل 25 سنه، والاوراق هدول اللي جابهم خال امي ابو عطا بتاكد انه تايه عايش ورجع على الخليل، يعني مش ميت، وبدنا نوصل لهم هالرساله حتى يعرفوا انه ابنهم حي يرزق. طب وانت ليش مغلب حالك ومعذب حالك عشان توصل لهم هاي المعلومات؟ شوف الكلام بالله، ليش مغلب حالي؟ هدول يا عمي تايجر شو ما احكي لك عنهم، عن كرمهم، عن اخلاقهم، عن طيبتهم، عن حياتهم، عن بساطتهم، عن تعاملهم، عن حبهم لبعض، عن جيرتهم، بقدرش اوفي لهم حقهم. او ماي جاد، هدول مأثرين فيك كتير. طبعا مأثرين فيي، صمودهم، عيشتهم، انت لو تعيش نص عيشتهم ونص بساطتهم ونص الألم اللي بتألموه كان ما صارش فيك هيك. أقول لك أي والله لتنزل تعيش نص ساعة محلهم لتموت، انت بتحبش غير حالك، انت شو بتفهم في التضحية؟ بتفهم إشي بالتضحية؟ تضحية؟ ليش انت عندكم تضحية غير تضحية الخروف اللي بتذبحوه في العيد هذا هيك؟ هدول الناس عايشين في بيوت كلها رطوبة وكلها عفونة، واندفع لهم ملايين الملايين، ملايين الدولارات اندفع لهم بهذه الدور، وأبدا ما تخلوا عنها وما رضيوا وضلوا فالعيش اللي عايشينها، ولا يتنازلوا ويبيعوا دورهم بملايين الدولارات. يا عمي يعني انت قصدك تقول لي انه البيوت سعرها رخيص بس بمكانتها بتجيب ملايين؟ طبعا يا عمي طبعا. والله سمعت هيك اشي انا. طب هلا انت
اعطيني العنوان وانا بوصل لهم هاي الاوراق كلها وبطريقه بضل طالع من امريكا وزي ما بتقولوها يعني بعمل خير يعني. والله بالك فكره. اسمع تقول لك، بتنزل على البلد القديمه وبتسال عن دار ابو تايه، ابو تايه وبس. فيعني البلد القديمه يا سيدي اجواءها سبحان الله اجواء يعني بركه. هاي هوني هذه قهوه بدران. زمان كانت امك الله يسهل عليها لما كنا ننزل واحنا صغار على البلد كنا نحملها، كنت احملها السله البلاستيك وتيجي ايش معي تحمل الاغراض. هذا جيل اخوتك الصغار هدول وكل الجيل اللي طالع هذا مش موكد هذه الاجواء نهائيا. اي انا رايح يا امتاية بس بعينك الله بتتغطي بالحرام الاخضر الخاص اللي انا بتغطى فيه على تختها. ديري بالكم في شوية برد وانتبهي على حالك. الواحد شو إله غير البركة مرته زي امتايه البركة. ايه ولا تايه الخير يابا. مصنور يا اخي، مش قلت لي بدك تيجي على الارض تساعدنا بننكاشة ولا خلصة وخليت اخوك الصغير ينكش معي؟ ها ليش ما جيتش؟ كنت مشغول انا. كنت مشغول؟ ايوه انا جبت امك حطيتها في الدار شويه هيك في شويه برد كان في الارض. سمعتك سمعتك يابا. شو بالنسبه للحرام الاخضر بتغطى الحساب؟ بتحبش حدا يتغطى في حرامك؟ صحيح عجي. صحيح كلامك، الا امك مش مقضي يابا، اخوها حرمها من حنانه وحرمها من الميراث اللي هو حقها من ابوها. الله لا يسامحه. الله لا يسامحه. اه والله يابا الله لا يسامحه. ايوه ليش ما بدوش يعطيها حقها؟ ليش؟ ليش؟ أنا سؤال كبير. لو كل واحد سأل حاله ليش أنا بعطيش حق رب العالمين بأختي كان دينا نحلها. آه والله عشان عينيه فارغة. أيوة بمليش عين بني آدم إلا لتراب عشان بده يشتري جهنم على حساب الجنة. أيوة آه. اسمع يابا يابا الله يهدي، بدي أروح أنا عند عمك أبو وصفي أطير زمقي شوي. حاسس هيك بنفس سويتي تعباني ومرهق. ايوه مرهق. ايوه الحساب بيطوش بعض. ايه الحساب بيطوش. ما هو يا حبيبي عقولتي المثل، القط بحبش الا خناقه. يلا سلام، ما تطول لسانك، المجرف والفاس حطهم اخوك فوق عشان تبقى تروح تنكش هزتون اللي ضايله. القط بحبش الا خناقه، دقوا في خنانيق بعض. بدي اسالك سؤال وتجاوبني عليه بامانه. اسال يا سيدي، انا عمرك يعني عمري كذبت عليك ولا ما جاوبتك؟ قبل شوي كنت عند وهيبه وقابلت عمي ابو هذه بنت ابو تايه. بنت ابو تايه، فحسيت في اشي غريب. وانا برضو كمان لاحظت انه انتوا زمان كنتوا تسهروا مع بعض وتقعدوا مع بعض وتروحوا عندهم ويجوا عندكم عزايم، وهسه ما فيش من هالحكي. والله يا سيدي احنا يعني الخلل مش من عنا، احنا والله يا سيدي قلبنا زي البفت البيضه، بس هذا الزلمه ملغوص، زلمه بيلعب على 100 حبل، وقد ما نجي شمال بيروح يمين، وقد ما نروح له يمين بيجينا شمال. اي والله يا قهوه بدران بتشهد قديش قعدنا وحكينا ولتينا وعجلنا مع هالزلمه بس على الفاضي. انا زلمه ما بكرهش حدا ودغري الحمد لله، بس هو زلمه العباني مالوش يعني مش دغري بالعربي، شين هيك لا من روح ولا من يجي ولا بسأل عنه. أنا بجعش راسي، هدول يا سيدي شبكين شبكين يا سيدي. ما أنتوا كنتوا صحاب زمان وكنتوا تحبوا بعض. كنا، ما هي أنت قلتيها، كنا إحنا جديد بطلنا من زمان، وهو الزلمة أصلا من أول أساسه هيك معدنه سيء. الإنسان منقول له يا عمي بزبطش هالحكي، يا عمي أنت زلمة كويس، أنت كذا على الفاضي، زي اللي بيحكي زي اللي بنفخ في قربة مخرومة. الله يهدي. المهم يا سيدي نكمل لكم، هقيت عنا هوني يا سيدي، تعالوا نورجيكم هوني. وهي وصلنا البلد القديمة اللي قال عنها عمي عفان. يا أهلا وسهلا، بس لازم نعمل شغلة قبل كل شيء. هاي هذا طفي عشان ما حداش يرن، وهذا معتمد. هذه الشنطة مش لازم تنقام رقبتي فيها، روحي والله روح فيها. يا الله عهد عهد، اسم حلو
اليوم اسمعها. Yeah.